مساكم الله بالخير متابعين الكرام، حياكم الله. ويمكن انتم اول مره مستغربين انا قاعده اسجل فيديو لشخصيات، لكن اليوم صار معي موقف. من جمال الموقف ومن شهامه الموقف اللي صار، فقلت لا لازم انقل لكم الموقف اللي صار معي وهل صارت معاكم او لا. انا كالعادة رايحة الجمعية اجيب ماتش للبيت والاغراض اللي ناقصتني لي شخصيا، فوصلت عند الكاشير بحاسب بطلت الجنطة، للأسف ما في بوك، وين البوك؟ ما في بوك. فكان الموقف وايد حرج بالنسبة لي، وكان وجهي يعني الوان، موقف صعب. ولما قاعد تشوف انه وراك طابور ناطرك تخلص، فالانتظار بحد ذاته كان احراج بالنسبة لي. فتفاجأت من احد خواتي المصريات كانت وراي، فسوت لي كذي، قالت لي اختي لا تتوترين ترى عادي، هذه المواقف وايد تصير، فاذا تحبي يعني احاسب عنك. قلت لها لا ما لا داعي، الحين ادق على اخوي على الوالدة يعني راح اتصرف بطريقة ما. فقالت لي خلاص نطريني وانا خليني احاسبك بس عشان الطابور اللي وراك، ولا ترجعين شيء، لان كانت اغراضي وايد بصراحه، كانت كثيره اغراضي. فقالت لي لا خليهم، فانا توترت ما عرفت شنو اتصرف. قلت لها خلاص اوكي، قالت لي ودي اغراضك على السياره وتعالي ردي، وراح وانا يعني راح اكون منتظره. قلت لها اوكي، بس يعني كنت متوتره يعني، والله العظيم انا يعني هذا الموقف يمكن ما أنسى بحياتي، لأن كان موقف حرج وايد بالنسبة لي، ما صارت معي من قبل. فقلت لها أوكي بس بتوتر يعني، رحت بسرعة ودال الهندي العربان على السيارة، حط الأغراض بالسيارة. يا جماعة رجعت يعني ما كانت موجودة، وينها؟ لو سمحت كلمت الكاشير، قلت للأخت اللي كانت هني، قال لي أخذت أغراضها ومشت. قلت لها لا مستحيل، قالت لي ما رح تمشي يعني هي منتظرة، قالت لي روحي وردي، لا أعرف لها رقم تليفون، لا أعرف لها شيء، شلون يعني صار كذي ما أدري، أو شنو العبرة من الحركة اللي سوتها بصراحة ما أدري. لكن أنا راح أقول باختصار إنها كرم المصريين وطيبة المصريين وشهامة إخواننا المصريين مو غريبة عليهم، وتحية مصر، تحية مصر، تحية مصر. يا ريت الأخت لو سامعتني بليز بليز راسليني، بليز راسليني. ما أعرف شو أقول.